السلام عليكم، حياك الله عزيز المشاهد في حلقة جديدة من محاكي محطة البنزين. شكرا على دعمكم كالعادة، واعذروني إذا كثرت مقاطع في هاليومين لأن سوق داينغ لايت والنصايح والشروحات شوية ماشية، ودنا نكسب شوية مشاهدين جدد ومشتركين في القناة. فإذا كنت واحد منهم المشتركين جدد يا حياك الله ومرحبا بك في قناتك، ونورت ويا هلا ومرحبا مليون. طبعا كالعادة شكرا على كومنتاتكم ودعمكم، يعني والله كلمة شكر ما تكفيكم لو أتمي مقطع كامل. وي حلو، شفناها تبضع دخان وايس كريم، حلو يعني يمديك تشوف وش اختارت. المهم يا اخوان، وصلنا في الحلقه الماضيه مثل ما تشوفون على اليمين الشوب كاستمر سيرفد، باقي لي اني اخدم شخصين بس ونكون كذا خلصنا المشن اللي مطلوب مننا، فشيء جميل صراحه. ما ادري وش سالفه الشعب كله يتحكحك. تاس كومبليت، حلو كذا. يقول لي ابجريد يور غاز ستيشن تو ليفل 3، يو كان تيك ذا تشالنج اني اوردر يو ويش. اوكي، يعني طورها باللي تبى تسويه. وضعنا المادي 797، بنطلب بنزين على السريع. طيب وش المتطلبات اللي بتخليني اروح ليفل 3 ليفل اب؟ يو ستيل دونت هاف اناف ماني فور ذس ابجريد. حتى الابجريد تبغون فلوس يا لا حول ولا قوه بالله. ليتني ما انا بطالب البنزين. دقيقه يا اخوان، سلفيه طيبه يا اخي. لون 1000 ولا يمدينا نعبي الواحد على السريع وبنجيبها. صراحه ما ودي بالسلفيات يا اخوان. وصلت بضايع عندنا، ظاهر اني طالبها في الحلقه الماضيه. الليل هذا حاشرينه؟ لا والله مو بحاشرينه، هذا كويس انه حاشرينه لان في اغراض نسيت ما احطها. اوكي اطلع اطلع اطلع، خلنا قبل لا ننسى بنروح بنحطه. هذا زعلان، تاخرت عليه، هذه زعلانه، معليش والله على التاخير، معليش. خذي لفه وتعال يا اخو. لفه زعلانين والله. ما ادري وش جبت انا، اي تواير الظاهر، 5 تواير. خلا بليس اول، اي ذكرت هذه طلبتها لان ما عندي تواير وكانت تباني اصلح تواير. تروح ويجي 20000 واحد غيرها برايها. وصلت الطلبيه، سوي لها ستور، والله مش ذاكر الطلبيه وش هو. تسكيره، وهذا وصلني البنزين. افتح البنزين، انا ايش الاغراض اللي جبتها؟ ان ما خاب ظني انها اي شيبسات، البوب كورن، بليس اول ما شاء الله، وبليس اول يا سلام، سناكات، بوب كورن. تفضل عزيزي المشاهد، تفضل تفضل. طبعا حط لي لايك. ها يمدينا نصفق هذا فيه؟ اوه حطيت اياها في موتره، هدية هدية للزباين، هدية. الحين بنجيب الفلوس اللي ناقصتنا. باقي ثلاث كم؟ باقي 70. اوكي وصلنا، هذا اللي بيحلنا مشكلة الفلوس كلها. او هذه ما شاء الله شخصية جديدة، هذه أول مرة أشوفها. وش عندها من مشاكل؟ عندها تايرين بسيطة بسيطة يا اخوان. أقسم بالله أنا منتظر اللحظة اللي بجيب فيها واحد يشتغل معي يفك التواير، وهذا يعني ما يصير. اوكي بدلنا تايرين 160. والله ما انحلت مشكلتنا لسه، باقي 10 دولار. خلينا بنحاسب الواحد، خلينا نسوي تطور تطوير. حلو ستيشن ليفل 3، طورنا الليفل. طيب ايش المميزات حق تطوير الليفل؟ متى اجيب ناس فيوتشرز اذر الباركينج؟ يا ذكرني بالجرطل يا غبنتي غبناء يا اخوان، لازم اشوف لي حل، اقسم بالله لازم اشوف لي حل. اوكي غير الباركن، وش ذا؟ وش الصوت هذا؟ تويلت، عندي تويلت من هنا، طور تويلت بعد. انا كم مره اقول لك وخر راسك من هنا، وخر خشيتك من هنا عشان الناس يشوفون. اوكي سكند فول ستول يا رجال، والله العظيم ما يسوى. 150 بعد، ما عندي 150، انا مطور لهذا عشان حمام. دقيقه في شغله ثالثه، يا سلام مكانين، ايوه هذا اللي نبغاه، 250. حلو هذا التطور، بس ستوب ايش الفائده؟ زباين يجون يشترون من عندي يعني بس. اوكي هذا يمدينا بس ستوب 100 دولار، خلنا بنشتريه. وينه وينه وين البس ستوب؟ هذا البس ستوب، والله حلو يا اخوان. يعني الحين الزباين بيتضاعفون عندي والشغل تضاعف، لكن وين شو اسمه هذا اللي بيشتغل عندي؟ شيك على البي سي، سيرف ذا بس كاستمر اند ويت فور ات تو ليف. اوكي يقول لي كلين، اذا كان المكان نظيف فبيجيني دبل الناس تقريبا، دبل الناس او دبل الربح. نعطيها كنستين، السلام عليكم. اوه وات عاشوا، هلا 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 هلا. هذا اللي جاي من باص ولا من كلب؟ راك تشلوني معكم الباص تكفون، ايش الباص الرهيب هذا؟ دقيقة لن تأخر عليهم. شوف الحين فلوسي 116، ما شاء الله. اشتر اشتر اشتر، يبا سجاير، ما في سجاير والله، عندي سجاير. دقيقة بس اني حاطهم في الشنطة. شيل 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 ايوه شيل 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 ايوه صح عليك، صح صح صح. اي خلنا نحاسب على السريع، نتأخر عليهم.
116 قلنا امش ما شاء الله 1 2 3 ما شاء الله وهم يمشون يا سلام 1 2 3 4 5 6 7 8 ما ادري 9 وهذا كله ليز. حلو اللي بعده اللي بعده اللي بعده عرفت اني بغلط معليش والله ما. حتى هو زعلان والله اعطاني الرقصة. اوكي ننظف على السريع صح انت ولسانك امش. حلو باقي اخر واحد يلا يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده وخر اي عاشو. اوه شفت الزبالة كيف هناك مخضرة من 113 الى تقريبا ضعف يا اخوان يعني تقريبا 170 من الباص هذا اخذت 170 دولار بس والله سالفة تخدمهم واحد واحد يا اخي يعني ما يسوون ال ايش هذا؟ اوكي توسع المحل عندي هذا الصغير الكحول خلنا بشله ببيعه ونشتري الكبير عشان ما يخلص علي بسرعة اللي هو هذا نسوي له سل اوكي ونرجع نشتري نشتري من هنا نشتري الكبير 229 هذا هو موجود على طول احلى شيء انك ما تنتظر لا باص ولا شيء نجي نحط فيه لكل شيء اول 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 شوف واضح انه ناقص يعني في امور ثانية لازم اطلبها شوف كيف هذا متعبي هذاك ناقص احنا قلنا هذا معفن خلنا نشله في شوية اغراض تجي تلقطها شوفوا كم من شغلة والله سالفة يا اخي تمسك هذا هوبا في كاستمر ينتظرني في الجراج خلنا نلحق عليه نصلحه وبعدين يمدينا نفتح ال اوه زعلت لا والله وصلت ارفع الموتر ارفع ارفع ارفع, أرفع. ما يمدي خلاص راحت برضو تروح ويجي مليون واحد غيرها حلو وصلنا 255 الحين نفتح البمب الثاني وين 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 البمب ايوه هذا وفي بعدين تطوير ثاني لا لا كم بمب نقدر نحط نسوي باي كذا المفروض يجوني سيارات سريع احلى شيء انه يعني ما ياخذ وقت عرفت تيجي وتسوي شفت والله هذا معبي كثير 56 هلا هلا بالبمب الثاني تلفون هيرن خير ان شاء الله مش متسلف من اي احد How was the rush hour, nephew? Hope you didn't get trampled beneath all the customers coming in from that bus. اتكلم عن الباص. Give it a shot. See how it feels to be the boss of your own establishment. I'll send you more information in an email. حلو الحين فتح لي موضوع الكاستمر ظاهر يا اخوان. Use the PC to buy first trailer. يا سلام يا اخوان يا سلام اوكي هذا عشان ينامون فيها اللي هم يساعدوني او الوركر اللي يشتغلون عندي اوكي حلو 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 200 سعر اقول لك سلفيه سلفيه يا وينك سلفيه على السريع يا حبيبي ما في وقت ما في وقت باي وربي تطورنا يا اخوان ايوه هيلب وانتد شوف اسم المشن هيلب وانتد يا اخوان ايوه مكتوب سكند كامبر يعني ثاني مش تطوير تشتري واحد ثاني انا ما بشتري واحد ثاني ابغى اوظف ايوه كل ثمان دقائق يصير ريفرش الظاهر لا 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 جاني النشبة جاني النشبة جاني النشبة جاني النشبة وين وربي بدرام زبال والله وينه ما في الا بالزبالة والله ادرف هناك ادرف ثلاث ضربات لا رسم اوكي ما رسم وهو طاير هالمره صدقوني اجيبها فيه ايوه اوبس اذلف اذلف الله لا ردك المهم نجي نوظف واحد اهم شيء عشان ابغى واحد يصفق هذا يوم يجينا كل مره بودي جارد نفس هذاك اللي في كافيه سيميليتر كلهم ليفل 1 يقول لك في تعبئه البنزين في التنظيف في المحاسبه يوم يشترون سيجاره وكذا وربير حتى يعني يقوم بكل الوظائف ما في فرق بينهم توقعنا يا اخوان لو انتظرنا شوي بيجينا ليفل 2 خلنا نتوكل مع اللحيه الغانمه هذه بسم الله اندريو يا اندريو وينك يا اندريو اوكي بيتحدث بيجيني هنا اوكي ما في مشكله نجي يمدينا نطرده بعدين ستارت توكينج نبغى نتكلم مع اندريو يا اندريو الحين ريستنج ما يسوي اي شيء بيمنت ما راح ندفع له فاير نقدر نطرده وتاسك ليست اوكي ايش يسوي لنا يا اخوان ابغاه يمسك الريجستريشن يفكني من سالفه الريجستريشن محاسب وين المحاسب كاش ريجستر ظاهر انه بيجيني بعد شوي والله الفيول بم والله جميل يا اخوان اضافه حلوه وخري 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 لازم اطلب بنزين خلص خلص البنزين
اوكي هقول هلا طيب كيف يحاسب؟ الله الله بالزباين ها؟ لا تغلط ويزعلون. اوكي فلوس تجيك كذا يا سلام يا اخوان اقسم بالله الحين حبيت اللعبة انا. ابغى اطلب بنزين كنت فيول 100 دولار ولا نطلب 200 مرة 200 لتر 450 نفتك. افا ها يا اندريو وين لحيتك؟ وين لحيتك غانمة؟ حلقها والله مش منك من حلاقة هذه اللي حلقتها. راتبه بالساعة يعني حتى حاسب ما حاسب كذا ما اتفقنا ويتم ينقص من الفلوس كل شوي. ما خليه ينظف. طيب هل يمدينا نستغله؟ نروح امبلوي ستار توكينج تاسك ليست كلين يا حبيبي روح نظف. ايه 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 والله لا حل راتبك نظف ما ادري وش اوكي نظف برا خله ينظف المكان لان هذا يساعد بالسمعة. شوفوا فوق على اليسار اوه نرفع سيارته قبل تروح. تواير ثلاث تواير افا ما عندي تواير والله اسف معليش لا تعطيني النظرات هذه اللي المسكينة. دليفري كار بارت هل بيوصل لي اياها بسرعة؟ نطلب 5 منهم بيروح 3 بعد شوي. اي نظف ما زال مو بأخضر. ايوه انا بحاسب مكانك خلونا بس يصير بطران شويه وبعبي المكان كله. هم يقومون بالاشغال كامله حبه حبه يا اخوان حبه حبه. بضيف تنظيف صراحه بس حرام اني اخليه في شو اسمه كاشير ويتم ينص الوقت واقف ما يسوي شيء فالتنظيف ما يخلص. تنظيف كل شوي يتوسخ المحل فأحس أفضل وظيفة يقوم فيها. طيب شكرا على الانتظار الحين بنضبط التواير وسوينا لهم ريبريس. أيوة إيش يسوي أندريو هنا؟ أندريو خل بنت في حالها ولا النظام اللي يجي ينظف قدامي عرفت اللي ما يشتغل قدام الأرباب. شوف والله جالس أنظف يا أخي أحل راتبي. أفكر أجيب واحد الحين يبدل التواير هنا ويشتغل لنا صراحة هذا يجيب فلوس. وش ذا من اللي كسر مراياته هذه؟ يلا ما عليه جزاه الله خير عشان حصل فلوس 440 شو يعني يجيب صراحة مبلغ كبير لأن صراحة إذا تأخرت عليهم شو اسمه يروحون فما ودي أحد يروح خصوصا أنه أكثر الفلوس تجي من البنزين ومن التصليح تواير والأمور هذه. لكن لازم أن يركز أول ما يخلص التواير مثلا خلصت المرايات. خلنا نجيب لنا امبلوي ثاني. اول شيء ندفع الدين والله الدين باقي 12 دقيقة يمدينا نجيب امبلوي ثاني. او جاني جون شارلوتي يا هلا بشارلوتي ما فيها كلام هذا وكاش ريجستر ليفل 2 ما فيها نقاش هذه والله. ايش اكتب لي كلام نو سبيس فور نيو امبلوير برشز انذر تيريلا. لا اصلا انا مش عاجبني هذا اندريو. اندريو اقبض الباب if you fire employee you can't hire them back again. ما اريده. اوه بيمنت اول شيء يدفع فلوسه 31 دولار يلا اقبض الباب يا ابن الحلال توكل على الله. وين تشارلوتي؟ ايوه تشارلوتي الله الله بالتنظيف كلين يا تشارلوتي ها وين تشارلوتي. كويس والله 31 دولار اعطيته ولا شيء. ايوه الحين بروح برد الدين بسرعه قبل انسى. لسه باقي ناقص شوي. وين شارلوتي تنظف؟ تنظيف امورها طيبه. شوفوا كلها اخضر فوق. نقول لها مثلا تصلح السيارات. لا ما لها داعي هي تصلح السيارات صراحه. لا والله بخليها تصلح والله العظيم ما لي خلق. معليش يا شارلوتي. اوه تركض. شوفوا شو 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 يا اخوان. شوفوا الواحد يوم يشتغل بضمير. يا الله. شوفوا ايش لابسه بعد. يعني متحضره رسمي. اوه تفتح الهذا وتشيك الايل وال دقيقة ايش خربان هنا يا شارلوتي؟ ايش دخل هذا؟ ما علمتك كذا يا شارلوتي. لا وش؟ ما صلحت التواير. يا شارلوتي ما هو بكذا الله يصلحك. جلست حق المهم تفكنا منهم طلع كم من دولار. ما في احلى من تعبئة البنزين والله. بوبي ليرنرتي ليفل اب يا جماعة. بدون تصفيق لو سمحتوا. بدون تصفيق اشكركم والله. واو الفلوس على طول والله 437 روح للدين بسرعة. بيذلون 85 فكنا من اوجهك.
وهذا جالس يسرق هناك ما في مشكلة. وبس يا اخوان اتمنى شرتي نالت، اتمنى الحلقة نالت اعجابكم، نشوفكم ان شاء الله على خير، حياكم الله.